في شيء سبيسيال لما بكون في مدرسة أكيد بقوم مع الشباب، بوقف يقولي ولادي لأنه بيزعلوا صاروا كبار، بقوم معهم بحضر لهم تربية أو إنه سندويشات للمدرسة. لا للجامعة، ابني صار جامعة بيزعل. بحضر الغداء شوبينج إجمالا، أكل مش إنه شوبينج شي ثاني. هلا آخر فترة 4 أشهر انشغلت كتير بالسيدة، يعني بين إنه تسجيلات وتصوير هلا عشية بحب قصدر أنا وولادي أكثر شي. يعني مساء الخير، مساء الفرح والحب والأمل. يا أهل الحماة يا أهلي، يا ربع يا خلان، أرضك الكرامي شعبك طير النار، يا لبنان الراجع من خلف الأخطار. صبوا فوقك النار وجبالك خضرة تعلى، وجبينك صامت بوجه بوارد الدنيا كلها. يا جندي يا بني العز يا ركن الدار، حامل أرز ما بيهتز عطلة من نار. أنا من وادي شمسي من بلد الحساسي، مطرح ما الشمس بتوع أنا من وادي شمسي. يا وطني لا تصدق اللي صار، لا تصدق الدخان، لا تصدق الحيطان كان عمري تقريبا شي 4 سنين حسب ما بخبروني اهلي. كل ما اسمع موسيقى انجذب لها كثير، وبالمدرسه الرهبات يقولوا لها للماما عندها صوت كثير حلو بقى اهتمي فيها. فاهلي من انا وصغيره يجيبوا لي اكثر شيء اغاني للست فيروز ومسرحيات الرحابني، ربيت عليهم. في مره كان في كومبيتيسيون بالمول السال، كان وقتها استاذ ليس رحباني مامبر بالجيري، كنت عم غني غنيه جود نايت لقاس فرح. بقى اخذت وقتها الجائزه الاولى، ومن وقتها كان اول لقاء بيني وبين استاذ الياس رحباني. قال لي استاذ الياس انه في مهرجان بالمانيا، بدي ابعتك على المانيا تمثلي لبنان بغنيه اسمها او بيب. فرقه شي 40 واحد، بحياتي مش مغنيه بهيك جو وشعب اوف كتير كبير، يعني مثل الاوروفيزيون. اخذت سبيشال برايس وقتها فيها، ورجعت على لبنان وتتالت الأعمال مع أستاذ الياس الرحباني بال82 وطالع من أغاني تعرفي أجواء حرب. غنيت الوطن، الجيش، غنيت الحب، عملنا مسرحية وادي شمسين بال84 85، بعدين مهرجانات جبيل بالكازينو، مهرجان فقرة. تزوجت بال88، سافرت على أستراليا 5 سنين ورجعنا. ولما رجعنا عملت 2 ألبوم يعني بهالآخر 13-14 سنة. الفنان مجبور إنه يرتبط بشركة كبيرة لتقدر تسوقه وتوصله لأوسع مكان ممكن، ويمكن هالشركات صاروا عم بيركزوا أكتر على الشو، على الشكل، على إنه يسلوا المشاهد أكتر من إنه يسقفوا أو يوصلوا له فن رائع إذا بقدر أقول. عشان هيك انجبرت قصرياً إنه ابعد شوي، رغم انه حاولت انه ضلني طل من وقت لوقت كل 2-3 سنين لنقول بعمل مع الناس. بس نشكر الله انه هالاعمال ضلت ضمن المبادئ والاشياء اللي بحبها انا بالفن. يعني ما بقدر غير شخصيتي الفنيه. مجددي فيه الاغاني القديمه اللي مع استاذ الياس الرحباني، لانه بعتبر هالالحان ألحان تتخطى الزمن، ألحان حلوة بضل الواحد يقدر يسمعها.
وبعدها إذا عادت تلعب هالأغاني رغم إنه صار عمره أكتر من 20 سنة. اشتقنا لك يا بيروت واشتقنا للسهر، اشتقنا لك يا بيروت واشتقنا للقمر، يرجع على ليلاتك ينزل على سهراتك يا بيروت يا بيروت يا بيروت يا بيروت. شوي هيك على الخفيف. بكل بلاد العالم في هالموجة الجديدة الشبابية اللي بتعتمد على التقنية، الشكل، الرقص، الشو. يعني كمان بكل بلاد العالم بعده الفن الوطني أو أغاني شوي كلاسيكية بعضهم موجودين. عنا بلبنان يمكن لأنه الشركات الكبيرة اللي دخلت ما عم بتشجع إلا بس هالنوع الشبابي، يعني هالنوع الهيصة، واللي أنا أبدا مش ضد، يعني حلو كتير وأنا بحب أسمع لهم كمان، يعني بيسلوا وبيرفهوا. بس كمان بحب وفي كتير ناس بتحب تسمع إشياء اللي بترقص والإشياء اللي هيك الرايقة اللي بتخلي الواحد يحلم. كنت أقول إنه إف الإنسان هو اللي بيعمل والحظ بيجي بعدين والقدر بعدين، هلا صرت حس العكس إنه الحياة مدرسة يعني، واللي صرت هلا مقتنعة فيه إنه لا، ثلاث أرباع الحياة الإنسان مسير قدر والباقي هو الشغل. هيدي شغلة بحسها نعمة لما بتشوفي ناس بتحبك من قلبها. اللي مش حلو فيها إنه بتأيد شوي الواحد، بصير حريته شوي مأيدة. بس أنا من النوع اللي بهرب من هالقيود. يعني مرة انزركت وبدي اجيب شغلي للبيت ومش محضرة حالي ولبس البيجامة، طلعت بالبيجامة جبت خضرة وجيت. بلشت انه عصفورين على اساس ذكر وانتي، مش هيك؟ عايشوا منهتم فيهم كتير، عايشوا 5-6 سنين. بس المشكلة انه ولادي بيتعلقوا كتير بهالقصص. ماتت اول شيء مش البنت الانتي يعني، هون بقى هون زعلوا دبرسوا كمان. جبنا واحدة تانية هلا مش من زمان، مات الذكر حرام، دفنوا هون بمطرح ما بحط ورد. وحطت له rest in peace. وشكل له وردة، يا شو بدي اقلك، ابني كتير مهضوم. ف شوفيه كبير وكذا بس كتير انه قلبه طيب. جبنا انجبر تجيب واحد تاني، انه ما رح اخلص من قصة العصافير، عرفتي كيف؟ في بنت اختي كارول آية الصغيرة كان عيد ميلادها، جبت لها عصفورين تعلقوا فيهم، لا اخليهم، صار عندي 4. انه شو ما نعمل هلا بقصة العصافير مش عم نخلص. انه بغني احسن لما بجلس. عم تسجلي؟ يا سارق مني. نم 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 نم. يا سارق مني مكاتبي، يا سارقني يا حبيبي، يا سارق مني مكاتبي، يا سارقني يا حبيبي، يا سارق عمري وأيامي، يا سارق فكري وأحلامي، يا سارق عمري وأيامي، يا سارق فكري وأحلامي، يا سارق مكاتبي مكاتبي، يا سارق قلبي يا حبيبي. أنا سوري، بدنا نعتذر من المشاهدين، ما تعرضوها بالصيف بس الحلقة ما بتزبط. جوزي كارل زكا أهله راحوا من كتير زمان على أستراليا، بقى هو خلقان وربيان هونيك. رحت على أستراليا أعمل مهرجان للجالية اللبنانية وتعرفت عليه هونيك. زوجنا بال88، بعد 5 سنين رجعت. أستراليا حلوة كتير وروعة بس مش أحلى من لبنان، فعشان هيك حبيت إنه أرجع ويربوا ولادي هون. عندي ألكساندر صار 18 اسم الله، وأنابيل رح تصير 16. اللي عقليته أجنبي بيكون مريح، يعني لما بتعاطى الفن أو بيكون عندي انشغالات ما بيقول شيء. يعني يمكن إنه ما كتير في إشياء منحبها زيت الشيء، بتعرف الباك جراوند، كل واحد الباك جراوند تبعه شكل. يعني مثلا أنا بحب أحضر البرامج القديمة اللي بحطوها على التلفزيون، الإشياء اللي من نحن وكنا صغار. بس اللي هو بالنسبة له أبداً مش حلوين هولي، غير هيك لا كتير منيح بجنن.
ما بحب في شغلة يعني يمكن أوقات ما كتير بعطي وقت، بحب إني أنشغل بكذا شغلة. يعني مثل بالفن ما كنت حب إنه كرس حالي بس للفن، كملت مدرسة، رجعت كملت جامعة، أخذت دبلوم بالمحاماة. مني كتير إنسان بيتوتي يعني للبيت، بأي مستوى بكون موجود فيه عالي بضلوا إجاي على الأرض، لأنه بعرف يوما ما نحن عم نكبر وبدنا نروح من هالدنيا. فعشان هيك ما في حدا أحسن من حدا بهالدنيا، منعوزة لنقدر نحقق الأشياء اللي بدنا إياها بهالحياة، بس ما تكون الهدف. موسيقى هي الحب بس ملحن. هني رفقة الحياة يعني بالنهاية. يعني أنا أغلب أوقاتي بقضيها مع الأولاد وبتسلى كتير معهم، بقتل حالي كرمالهم يعني. يعني ما في أحلى من الأولاد. اعمل ليومك اعمل لغدك كأنك ستعيش أبدا، واعمل لغدك اعمل لي نعمول نشتغل اعمل ولا اعمل يعني. اعمل ليومك كأنك ستموت غدا، واعمل لغدك كأنك ستعيش أبدا. شو بتمنى؟ انه يصير عنا دولة فعلا حضرية مثل كل بلاد العالم تحفظ حقوق الانسان. انا بس لقلي الشعب اللبناني اهم شعب بالعالم، يعني ما في شعب تعذب قده، انقهر قده، تحارب وبعده عم بيصمد، وبعده عم بيعمر، وبعده عم بيعطي فن وعم بيعطي فرح، واهم شعب بالعالم، وعم بيعطي ثقافة وعم بيعطي اكتشافات. اهم شعب يعني. انا I am so proud to be Lebanese. سوري قلناها بالانجليزي معلش. انا بس بتمنى لإلي الصحة، ما بتمنى شيء اكتر من هيك. ما بخفي عليك قلك انه شفت صرت كذا حكيم باخذ مواعيد برجع بلغيهم انه بخاف. أنا بحس إنه بعدني ماشي حالي هلا، يلا هلا المهم يقدروا فني مش إنه منظري. أنا باسكال صقر. شو أنا مواطن عادي جدا. من أنا وصغيرة الله عطاني موهبة كتر خيره إنه صوتي حلو، حبيت إني أوظفها للبنان ولله ولهالمجتمع وللحب الحلو. ابتديت صغيرة، أنا كان عمري شي 15-16، وهلأ بيسألوا قديش عمري. أوكي أنا بأوائل الأربعينات، ما رح أعطي عمر بأوائل يعني. أول شيء ما تطلعوا، أنا ما بيهمني العمر الحقيقة، بالعكس عمر الإنسان هو شو بيعطي، شو أعماله، قديش حلوة، قدي بتضاين، قدي بتضل للتاريخ. الفن عندي إنه أعطي شيء حلو للناس ويضل للتاريخ وبس، هيدا أكبر تكريم لإلي.